ونيجي بقى ل 2012. 2012 كان وصل الحكم وكان في انتقاد منك لادائهم، ادائهم السياسي، وده عمل مشاكل. ايه اللي حصل في الفتره دي؟ هو يعني هو من اصعب الايام اللي مرت على حياتي هو ان انا اشوف رئيس اخواني يعني ايه يحكم مصر او السوق. رغم انك كنت في الاخوان؟ كنت بخان جسدا بلا روح. فكريا انا انفصلت فكريا عنهم من 2007. 2011 كمان قبل وصولهم للسلطه كان بصراحه مش خلافي معاهم مش في الاداء السياسي. الاداء السياسي ممكن يصلحوا نفسهم، ممكن يقبل حتى لو اخطاوا. الاداء الوطني دي مش جماعه وطنيه ابدا، دي جماعه معاديه لمصر، اللي يستهدف الجيش وينزل الناس تسب الجيش وتسب المشير طنطاوي وتحرض الناس على جيش البلد، ده كده يبقى صهيوني، كده يبقى معادي ليا. يعني اللي عايز يفك الجيش ده يبقى مين؟ ده كان بقى الانفصال اللي مش كمان انتقادات وطنيه. يا جماعه يا اخوانا بتعملوا ايه؟ ده انتحار. لو عرض الامر على المصريين الخيار ما بين الجيش والاخوان هيختاروا الجيش. جيشهم مقدس. ده بتتكلم في امر طبيعي يعني. ده جيشهم مقدس، مش محتاج. انتوا ازاي تتجننوا بالطريقه دي وتستهدفوا الجيش بالطريقه دي؟ تستهدفوا الجيش وكانوا بيغزوا روح التحرير عليه وعلى المخالفين. والذهاب للعباسيه. طب هم تعاملوا مع الـ مع الـ مع وجهه النظر بتاعتك دي ازاي؟ بتحقيقات. انا كنت بكتب على الفيسبوك صراحه يعني. وبقول ان احنا 54 في طريقها. والاخوه ما بتعلموش من اخطائهم، وانا كنت اسف ان انا مفكرهم ان هم مش هيكرروا اخطائهم، لكن هو شكلهم هيلجاوا الى الاستعمال العنف مره اخرى. فحققوا معاك؟ حققوا معايا كتير. قالوا لي الشباب، الاول كان تحقيق بسيط، الشباب بيفتن بكلامه وبيقول ده مش كلام الاخوه، بياخدوا هم تعليمات وبيلاقوني انا بتكلم بطريقه ثانيه. تمام، فارجوك يعني ايه براحه شويه وكلام، وبرده زدت في الموضوع. التحقيق الثاني كان عبد المنعم فتوح بيزور البحيره عامل فطار ايام ما كان بقى عامل مصر القويه. الحزب. فهم اصدقائنا قالوا لي تعالى ايه احضر مع عبد المنعم. هم صوروا الموجودين وعملوا بقى لجنه مباحث ولا ايه، وقعدوا يشاوروا مع الناس وبعتوا لي يعني ايه وحققوا معايا. عبد المنعم ابو الفتوح للاسف انا خدعت فيه في الاول برضه، لأنه هو لا يفرقش كتير عن الإخوان. هو إخواني بس له وجه يعني بيجيد التلون يعني. لكن التلون. أفكار حسن البنا ومعادات الدولة الوطنية ومعادات القوات المسلحة المصرية كان بشع. وحتى دي متأصلة عند عمنا بالفتوح. طبعا. طبعا يعني الحرس الجمهوري، حادث الحرس الجمهوري. ليه بعد أثناء رابعة؟ أثناء رابعة يعني ناس راحت تقتحم منطقة عسكرية. مكان سيادي. منطقة عسكرية. وتحذروا. وكانوا في منتهى العنف، ولما يتم التعامل معاهم لحمايه المنشاه دي تيجي انت تقول يجب استقاله الحكومه ويجب تحويل المشير للاستقاله او تحويله للتحقيق او حاجه زي كده، انت عايز ايه؟ يسيب لك المكان تقتحمه؟ هو الحقيقه دايما بيروي لا يختلف ابدا عن الاخوان. حتى هو بيجيد اللعبه اللي هي اللي اصبحت لا تخيل على احد الان. ان في حاجه اسمها بنويين وفي حاجه اسمها قطبيين. ده خداع كبير. لان حسن البناويين هم القطبيين واخطر من سيد قطب. لان هو كالحرباء متلون. سيد قطب كان بيقول في المراجعه على طول بالزبط. افكاره على طول واضحه. فهو يشبه حسن البنا في كده، انه حربائي يعني. يعني متلوق. يخفي افكاره الحقيقيه. طبعا. طب على حس بقى وصلنا لموضوع الحرس. انت تابعت رابعه ازاي؟ يعني انت كنت خلاص خرجت من الاخوان بقى. طبعا انا خرجت اخر 2011 و12 يعني رسميا بقيت عدو لهم خلاص.